الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المستحاضة. قبضي دور فرنك الله يد ميرا شديد وبابيها لكل صلاة صلاة كستاء وميرته. الاستحاضة وديق معلومة ما معروفة، ودم الحيض يدم النفاس من نبانهين كلا أحكام دوان قبضوا مركه وكل عو أي حساب سنتها يا ما حكم كيدو يا هاي قبر ظاهر وكلا كأحكام بدنا يولي يا هاي وينوي من دونا وباب الحيض بكوكيني دونا مؤلفك رحمه الله. لكن هل كان وحاو كسو قاضيون ميدا شديد ما داما وكهد لايي الرماها إن لو ميدا سنهتها وأبواب الأغسال المستحبة بين كتر ميدا شوين كسنها كما ميدا شوين كسنها وحاو كدري غسل المستحاضة لكل صلاة يبادي دبر فرنك لهيد صلاة والبئين أميرته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وحيتني استحيضت وحال دبر فري زينب بنت جحش، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نبي حكوري اغتسلي ميرا لكل صلاة صلاة كست أميرا. رواه أبو داود. وحديث كان وحديث ضعيفة يسقي حديث كدم بيت سبعة المام يسا ماذا شدا قبرنا دور فرن كلي صلاة كستاء وميرته. وقت المام الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الحديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت مولي. أحاديث سنن أبي داود هي السنن البيهقي كقرا التلمامي سنة بيقول إنه أمره قبر دبر فرن كالي إنه ميرته صلاة والبايو ميرته. حديث قرى أسوغاني كمتش ربولي. وقد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفها. الإمام البيهقي كتاب كيسة السنن وحاوكو عدي حديث ضعف قيده. علماء ضعيفين تحديث أقوه الرئيسين واتران وحاقول النبي عليه الصلاة والسلام كسقنا هذا وحاوية إن مركا ديقي حيدكو وقوام وقتكو قوية اللي قارو إنه ميرتو. وحديث كبخاري مسلم بقى وريان أنه ما حبيبة بنت جحش استحيضت فقال لها رسول الله: اغتسلي ثم صلي. نبي عليه الصلاة والسلام حكويري: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي فصلي. وقت حيضك مركو دبتشي ديو معناه دماضو ما يروه تكبر النبي عليه الصلاة والسلام كما رشد أسيو قرى أيوم بقى النبي عليه الصلاة والسلام الشيء. لكن أم حبيبة إيضا الصلاة والبومين كرت فكانت تغتسل عند كل صلاة نبي ما أمر، لكن إيضا الصلاة والبومين كرت. لهذا أقول الإمام الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله أن تغتسل وتصلي. نبي عليه الصلاة والسلام هو أمري إن ميرتو أي تكتو، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. حديث كان لكم أترت النبي قوين وأمر الصلاة والبين ومارتو. قال: ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به. وحشكي قوم أترى أبو الشافعي ميرا شديد أسئين هايد مدسك الصناع يدوى إسك ميرا نيسي. والنبي عليه الصلاة والسلام تي وأمريان يا هين، وذلك واسع لها. أرن كاسنا وارن وبلارن ودوا وفريا إن الصلاة والبيس كما يرد، لكن
واجب كما هاير الصلاة ولا بمعرته وياه ولهذا علماء بدن كود وحيد هذين ما رشدها سواجب كما وحي واجب كتاعون عند إدبار الحيضة مركا حيض كي ودبتش هدية دي وقت يجيس وغدم معه لكن الصلاة والبا أمرتها واجب كما الصلاة والبا مركا إن قبرنا مستحالة دبر فوراً كلاه أمرن كرتو أم حبيبه أتاك عن صحدي وكذلك عبد الله بن عباس سهى عنه أنه قال تغتسل عند كل صلاة دارم يبقى سننتي سكوري مركز طائي تكنس ومعرن السابور وقال تغتسل لكل صلاتين اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة وحكى له ابن عباس ويري لما صلاة دود وكستها المربع ومعرن صلاة دوري عصر مغربي عشاء صلاة الصبح أنا معرن شيء كوني يلس قال عبد الله بن عمر تغتسل من ظهر إلى ظهر عبد الله بن عمر روح للظهر بين معرن ساعة أحبه معرن ما يسأل الظهر كله اللي قاعد الظهر كل مرة اللي قاعد أي معرن سدار بيوري قالت عائشة تغتسل كل يوم مرة أنا شنت الصلاة هالمرمون بيو معرن ساعة ما لنتي هالمرمون بيو معرن ساعة بيت عائشة أثرت صورنا وحورية دار بيوري والسنن تسكورية وأنا صحيح وحاوب بدنا تسين كرتانا واستحباب اغتسال المستحاضة يدو أثارتو كل الدوان قارة الصلاة والبشيقين قار لبا الصلاة هي صلاة الظهر إلى الظهر قارنا مالنك هالمر وهذا مما يدل على عدم وجوب غسلها ما يرشدنا رواتي وحيابات تصير هي إيه تاسي كميت هاي وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو استحيضت ودور فرنتي فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلامه وتمي فسألت ويديس عن ذلك أرنك حكم كيس دور فرك فأمره أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل ما رشوا عند كل صلاة يعني صلاة كستين أمرته فلما جاءت أمرك الدالية وقوح صلاة ذلك أرنك سواء صلاة والباء إن أمرتها أمرها أوحو أمري أن تجمع إن كل مصو بين الظهر والعصر ظهر عصر بغسل ما يرشى كل مصو والمغرب والعشاء مغرب يعشى إن كل مصو بغسل ما يرشى كل مصو والصبح صلاة الصبح بغسل ما يرشى قونيري كنت كترواه أحمد وأبو داود أمرك حديثك هو ضعيف وربا ينورش يقني لكن سيدان وتلمامي واسيدة كان صحيح عبد الله بن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه يدو هذا الكيسة إن شانت الصلاة دوت لو مرة يوم يردتو صلاة سبحانه ما يرشايكو قونية وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت واحد قلت واحد يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيلت ونبر فرنتي منذ كذا وكذا لقصوا بلعب وقتك سدا يسدا فلم تصلي أم بيتك كانوا دي وحي مودي سينو حيد كالحكم ياهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا عد هذا كني ونبر فرنك من الشيطان شيطان حقي سايوك هذا وركبة من الشيطان هراتي شيطان بكيمده لتجلس فريسة كفريسة في مركن تشتع كفريسة وويل كان لرك لغو لغو ميرو فإذا رأت مركة أركت صفرة هردي فوق الماء ورود بيا كسر ريسة ولتغتسل أميرة للظهر الظهر كي والعصر عصرك غسلا واحدا هالميرش وتغتسل أميرة نساء للمغرب مغرب أميرة نساء والعشاء صلاة عشاء غسلا واحدا ميرش قرى وتغتسل وأمرنس للفجر صلاة الصباح غسلا وتتوضأ ويسيسرساون فيما بين ذلك صلاة الله أمرنا ينتو لحيسا رواه أبو داود سأقروا حديث ضعيفة وقال حديثا أمر إيسا قبرنا دور فران كله إلى مرتون ما انتدوا حديث ضعيفة ولبا أحبس الترعين ونسحوكين هين ولهذا ما يرشد سواجب كما طلبات علماء يكون سبيين وحيتهاي مشقة أرنت النوع عاسك نلا نيسا وقف كيل رات صلاة والبقو ميرا ولبا الروح دوما نمر كيتهاي
نبات أي كلا كل ميسان إلى أن سبحانه وتعالى وحده وما جعل عليكم في الدين من حرج وعليس الدشين ما يلين دين تدحذي تيسير يفضلين أي كل سنة دين يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى وهي واسكما يلان كرتان لكن واجبكما وهي صلاة كستين أوي سيستو وسيد جمهورتو أي كتغين معنا حتى ياني ويستشابين به وحان الدليش الرواية بخاري أورانسة ثم توضئي لكل صلاة صلاة والبؤوي سيسو رواية إمام مسلم رحمه الله تعالى وكتغي وصحيح سكما قرن ولبينو أغان وكتغي بشاك وحر وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه حديث كحماد بن زيد حرف باكو ترتب معنا وين آنو عن سكت تقنيمه رواية داسنا والله أعلم وحواك تيني تهي الرواية ضعيفة وإن كانت في صحيح البخاري الإمام البيهقي يقول ليست محفوظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكي نبي جماعة ابن رجب بن وحر الصواب أنها مدرجة وهشام بن عروة هذا الكي سوي ما هذا الكي نبي عليه الصلاة والسلام سداد هي طبعا أئمة وهوين حديث كميد وحديث كم وريي زيادة دا مشيين سداد طبعا كاسوحة كميدة مالك وكيع بخاري مسلم يحيى بن سعيد القطان معمر زهير بن معاوية جرير بن عبد الحميد سفيان بن عيينة عبد الله بن المبارك الليث بن سعد حماد بن أسامة أيوب بن أبي تميم السختياني وغيرهم وأئمة عند خلافتي زيادة شيكتي والتوضئي لكل صلاة وحماد بن زيد أبو عوانة محمد بن عجلان يكوكل ضعفاء صدى أبو حنيفة الحجاج بن أرطاي يكوكل ضعفاء يقال كاسكارك أبو حنيفة الحجاج بن أرطاي يقال كاسكارك عند صوحر داية لورنك روى ثقات زيادة شاقي أبو عوانة محمد بن عجلان يا حماد بن زيد يقولون السداد يا طبعا كإمام عمر إجمان بل مد كم دبانة سد حيول يسقي أنا أريد إجماعي لهذا هذه الرواية والشاذة توضئ لكل صلاة وأنا مدرجة أنا مدرجة وحيوان سيح وشريعة كم ذا حديث كلفتي س وهشام متابعي ولا وري هشام بن عروة الزهري محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في صحيح مسلم وحديث كلفتي سكوري يا عروة سيدة هشام بعروة وقوري بدون هذه الزيادة يدو زيادة سيئة للصعون مركز زيادة سيئة وتوضئ لكل صلاة ومن كلام هشام ابن عروة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكي هشام بن عروة ما هذا الكي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أدياء ويسا تبتروي ويسيسا أديك الأحوة ويسيسا ميسواي باب غسل المغمى عليه كمير دور صومي ميرشدي سؤبابي إذا أفاق أمرك صومي رابع ميرانيه باب كانوحو كساب سيئ غفكو هادي ومير دور صومي مير دور صومي كواليبا كيري كتائن واشط صالحان أما بس موالان كوم أيو قفكي قلي مركو صومي رابع إنو ميرانيه أي السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتني تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با أيا عصلاضي وبمعنى حنون دارن أيا قبتي رسولك إلهي اشتد مرض وحنون كيسي بآد واتكاضي فقال أحد النبي عليه الصلاة والسلام أصلى الناس ضدك ميتكدين فقلنا أحد الله ما يميتكن هم يقوا ينتظرونك أديك سقيا يا رسول الله رسولك إلهي وقال النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول ضعوا لوحد يدكتان ما أنبي يقشب في المخضب ويالك أدرك لقوم هيرو تشتغ قالت واحد ففعلنا أساسا يا الله فاغتسل وامر النبي عليه الصلاة والسلام
ثم دعتنا ذهاب وحوق استي ليانو انه انقضه فاغمي عليه مركز هذا نمير دور صوبه ثم دعتنا افاق نبي الى وصومي راوي فقال وحل مركو صومي راوي اصلى الناس ضدك ميت كريم فقلنا وحل الله ما هم ينتظرونك يقو عليك السجيان يعني يا رسول الله رسول كلاهم فقال ضعوا لي دق ماء بي في المخضب تشتق بي يقو الشبر قالت ففعل الاساسان يا لي فاغتسل وما يدري ثم ذهب تروح وقستي لي ان اسوه انقض اكعه اغمي عليه مرلبات بمير دورسون ثم افاق تروح صامي رابي قال وحده صلى الناس ضدك ميت كذين فقلنا وحده الله ما هم يقوا ينتظرونك ويكو السجيان يا رسول الله وذكرت وحي شاكت إرساله إلى أبي بكر إنه أبو بكر عدو الدراية ويريدتك تك وتمام الحديث متفق عليه مركا حديث كواديري هايو وحكومي من دون كتاب الصلاة سائر رجين إنه لكن هذا وحاوك يعني مؤلفك رحمه الله أبو البركات إنه أدلي شدق في مير دور صومي إنه ما يدعي إنه السنة النبي عليه الصلاة والسلام ساركيسو صدح تيربو ما يدعي ومركزتو مير دور صومي وميريني النبي عليه الصلاة والسلام قفك والانين وشان والامد مركة أمير صدق إنه ما يدعي السنة مرشد النوعان إنه واجب ماها دي وحكا لآن دعين صدق إنه احتلامي وكلا إنتي ومير دور صومي كتيري يقف سيحدي أيوم بلمدي ولهذا وحي إلى هذا ابن قدامة ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا فاق من غير احتلام ولا أعلم في هذا خلافا قفكي وشيء يقفكي مير دور صومي مركي صومي رابان هدان احتلام ما يرش واجبكما أر كان خلافكم أوجب ابن المنذر نوح واجمع على أنه لا يجب وحيسكوا فقن علماء إناني واجب هيدا وميدو ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل قفك عقل جيسي قرات كيسوين السولي مد يدو ميرشواتي بسمها وقفك سيحدة هردة دار قلبة أما هردة عقل جيس الضباشة ميرشلقو مواتي ويسد أيوم باكا جبتي والإنزال مشكوك فيه إن قفك سيوح ميرشواتي بياي كي مادين انتي والله أما مير دورسونك وكوتشيرينا من الله وما ومن لقشك سي فلا نزول عن اليقين بالشك وحالله باقف كيناني ميرش كواتشمين شك وققوري مين فإذا توقن منهم الإنزال فعليهم الغسل لأنه يكون من احتلام هذه الله يقين صدع إنه يحكي ما دين ميرش واتشبيا إنه ميردان باواتشب كوا كي واشي مير سدي يكي مير دور صومي صومي رابي با ويا انزال كاسي دو حكرنا شاي احتلام احتلام كنا ميرشا ايوه جبية وحديث كو تلمام يا النبي عليه الصلاة والسلام انو بشر سيلهي با وكشاقي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وحنو سنجر النبي عليه الصلاة والسلام ومير دور صومي جريح وحكلاه تلمام اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة هو مريض اشتد عليه المرض نبي قصيد الصلاة ده وحلوين سقى ساريي سقى حنون صنعي ولي بحنون قواد وقود الراضي وكذلك اهتمامه بأمر المسلمين مسلمين تا أرن كودية مسلحة دودة نبي عليه الصلاة والسلام سدوه إلى لنيه باب صفة الغسل هذا كان باب صفة الغسل ما رشد السفة ديدة باب كي كور رماي وي ما رشدي مركا لقى ميدان اي جنابو اما حيد يوحي لميدا لقى ميدان اي ما رشدو حايلة هاي صفة مجزئة وصفة كاملة صفة قفكو هديو لي ما دكا قديس او واجب كيو كغدعيو هي صفة كاملة سيفقف كجوديسا إسلامك دما استرنا والسنة دي النبي عليه الصلاة والسلام وافق سن وأجر طهرة أفكوا حوحا سلا يأون ما رشدي واجب كعيد إليك قد عدو إيوه
لأجر كيما رشدة تنكلنا انت أصوحا دير تاي الصفة الكاملة أجر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام العمل بالسنة أجر كالراعيس النبي يكو عمل فلك السنة أياكو تشيرا صفة مركا مجزية وقفك كقوديسا وإنو نيدي لي مادو بيه هنا تركيسا وقوة الشباعي ودى قاران انت أصوحا مرشدي واجب كايد قفك هيكا قرحيسا إذا نوى وأفاض الماء على بدني حتى يانو قعمها مرمرين تركيس هذو دونها قوسو ميلا بيه كتيران أما بيه هاوس استاغو صعون ايا أما دوش يساقو هايس كتشو انت أدو لي ما دا حقيقة دي غسل قوة بيه تركة الظلم ريبا غسل لنا في لغة العرب غسل شرعي نوحو نقونا يدين يدو مركا عير رعب انت أدو لي ما دا مرشادي مركا واجب كايدوا كنعب مرشدة مركا كامل كدمايس كتيران واي لو مردو سيدي نبي عليه الصلاة والسلام او مرده سنة اهيد واتكسو ارورتي حديث كان عائشة اي حديث كما يموني ساقونا كدن بي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وحا اذا اغتسل اذا اراد ان يغتسل مركو دونا انو مرده من الجنابة وكم مرده يبدو بلاب تشروف يغسل وحو مرده تشري مركو رب يديه لبدي سكف أنا وافر حالاً كيري واليد عند الإطلاق وكف كاس أيان لوغة شهيدة أنا إنت أن ويل كدح قليم بنبي عليه الصلاة والسلام أرت الله ماذا قعمود ميريتشير ثم دبيتنا يفرغ وشوبي كيري بيمينه بيها ميدك تيسكو تيرو على شمالي بيدحي سكو شوبي كيري فيغسل وميريتشيري فرج وحبين تيس أنا واستنجون كيري وارت الله ماذا لبات فرحاشو استنجون ثم دبيتنا يتوضا هو ويسيسن شري وضوءه للصلاة وضوءا ويسيسي وكوضوءه للصلاة ويسيسي صلاة ويسيسي وكلام احنا ويسو ويسيسي صلاة اللهم دبو ويسيسن شري ثم دبيتنا يأخذ الماء بيها يقاد شري ويسيسي دبيت ويدخل وحقل شري أصابعه فريسة في أصول الشعر تماها قنتو دا يقل شري فريق قيم وكذا تاو كل يروح اللي يلينه ويرطبه وسوء اتش العيو تماه وقويه وفيسل مرور الماء عليه كبيه هنا القران تماه سي وتلك كهو سيا ونافان سيا وسورتو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا ويالجن حتى إذا راى إلا هو أركو أن قد استبرأ إروق قال قبو حلو كذا قيانك إنه جارسيي ماذا حولنا أوصل البلل إلى جميع الرأس قيانك ماذا حولنا إنه جارسيي لا هو أركه حفنا وقاد شري أما حنتوبين شري على رأسه ماذا حيس سوى كشوبية ثلاثة حثيات صدح حنتوبه قاد شري على وضع قعمه وضع صعودة يصدح تير مدحيس وكشوب تير حاله مقطع الله علم إنه قيم تير مدكتا يبدع ذا يرحى يعني كحل علينا هين ثم دبيتنا مدحيس مركز صاوم علي ثم أفاض وبرق تير على سائر جسدي تركي سكر أردن على باقي جسدي ثم غسل وحمر تير مركز أردن بيسر رجليه لبدي سلقون أخرجه وفي رواية له بخاري مسلم بصوصارين ثم يخلل ودحق لنشر بيدي لبيس قعمود شعاره تميس حتى إذا ظن إلا أمليه أنه قد أروى إنه قويي وحكونيسيي بشرته تركيس أفاض عليه الماء بيه يسكو برقين شري ثلاث مرات صدح شير أي بيها ويسكوش بيشري واي الحديث كاني وعاو تلمامي صفادة جنابة الله النبي عليه الصلاة والسلام وقام يدعي صفادة ننوى السنة سينو شاقناي وحانا قفك واجبك وكقد عيا إنو بيها وشركيس الظلم ريو بيها الظلم ران شركيس وحتى دلك جايو قعنت إنو مرمريا واجب ما ويا حقيقة مرشدة ديرات كاوي وإلا بدأ لقود مركا إنو الدب ديقاي أي حديث كان وتلمامي وتلمامي أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين
لبدا لغود مركو رأينا أنو ميرينا مركا دنبيو حويان إنو ميرا أيو حديثكو تلمام وعكالو دعي كرتينو كسو عليه ويسادو هراي داما استرنايت أداما دي لغوها يالكيوه سيسيهين ويحي تشيركا كالكسو قوايا مكسو ميرما أي كود عيان ودعي كرتاتاسي وعن عائشة قالت وحيتني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا يوحي إذا اغتسل مركو الدورة إنهما يدو من الجنابة وكما يدو دعا وحوية رنشري ورنشر عليك إنه بشيء شيء يعني ويل ويل كاسيو نحو الحلاب كالنفك لغول الصح بمعنى أدو وحوري مصنف قال الخطابي الحلاب وإن هو ويل يسع قدر حلبة ناقة هل نيف قيل انت هل مر لقال لي السقا هذا كاسع الحلاب لين هذا أنا وديل يروي وهل انت لقال لي السقا هذا فأودي بمعنى بياي كتيران فأخذ بكفه بياي وحكو قادن شري سعب كيسة فبدأ وحكو بلاي شري بشق رأسه الأيمن دين عمديق مدحيس ثم أخذ بكفي ديترا لبديس كف بكو قادة شري فقال بهما على رأس مدحيس ساكو لن شري بمعنى وكشو بشري مركا وصدح شر مر ميديك تايا مر بدح داح يا مر لبدا صعب وضا الصعداء وماذا حدوش لقا قشو باية أخرجاه مركا تاسين وحا يميشا كساريسا وهي فقهاء قاركود حديث كعائشة والدليل شدين استحباب تثليث الغسل ما يرشد إن صدح كير رجوع عليا إلى سنتها سيدي ويسد وكله ويسد هو قياس قاتل مركا حفن على رأسي ثلاثة حفيات كان والدليل شدين لكن سيد الصح دي وحي تاي صدح دا كير مدح يسو كشو بي مالكو موضى الدعين مرنا ميدك تال هيد مرنا بدحنا مرنا دحنا ولهذا لا يستحب تثليث الغسل إن صدح لقدك واحد دليل الله يا مجر تم عرستي ويسد الدليل الله يا وعن ميمونة قالت وحايتني وضعت واندك للنبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحن لك ما أنبيه يغتسل وقوم عند به سكن فأفرغ واشوي نبي عليه الصلاة والسلام وقم بي بي على يدي لبيس قعمد بك شوي وغسله ما وما يري لبدي قعمود مرتين لبتشير أو ثلاثا أما صدح أي وما يري وفرح شهرته ثم دعتنا أفرغ واشوبي بيمينه يعني ميدك تيسة سوك قاضي على الشمال بذحدي سيبك الشوط ثم غسل وما يري فغسل وما يري مذاكير وحبنتي سيبو ما يري ثم دعوا استنجودي ثم دلك وحقي يده وقعنتي سيب الأرض دولك أيوكو حقي مركاسي وحيدة استنجيدة كسو الراعي سيهي أغاقو آنوي من باب التنظيف مركاسابون تي وحالة مدينة ديالك وقلي كران ثم مضمض والغ القضي واستنشق وصدار صدق ثم غسل وامر وجهه وشيكيسي ويدي لبيس قعمود ثم غسل وامر رأسه ومدحيسي ثلاثا ثم أفرغ على جسده تنشر كيسي وبيه كبرقي ثم تنحد تنوى كدقاقي من مقامي هالكي وتاقنا أيو كدقاقي فغسل وامر قدميه لبدي سيلوغون قال توحي تنفاتيت وحا النبي وكان بخرقة مرا قبل مرابا وكان فلم يريدها مدونين وبمعنى مقادا وجعل وحو بلا بينفض الماء بيه رهور قفو بيدي قعنتي سوكور قفو قعنتي سوسكا قدادي رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد مركا حديث كان حديث كورا ينبو لمدي هاي وكيفية دا مقاب كنبي عليه الصلاة والسلام وما يدعي ينبو سورة المام أرينت مركا كساب سن بيه ليسكا قلتشيو علماء قار بايدوا مكروه وحديث كان دليل شدي وفاتيت بخرقة فلم يريدها لكن سيدا صح دار انت سي مكروه ماها سننا ماها وامر مباح دو دونو اسك قلاچين كره قف دونو اسك دين كره النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه قال لكن دي غانتي سو بيي النبي عليه الصلاه والسلام
iskaga qallajinayo oo iskaga daadinay xadiithu marka ku cad arintan tilmaamaysa in la sameeyo ama diidaysa waa xadiith daciif wey nabiga calayhi salaatu wasalaam kamay sugnaan وعن عائشة قالت وحي تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلو حالا يتوضا مدا ويسيسا بعد الغسل من رشد الدبدين رواه الخمسة وأي نبي عليه الصلاة والسلام صد لمدى حديثه ربك حسن ما رشده ارتيد أي ويسيسا كري ولهذا حديث كان لود لرشدي قفكي ما رشده ارتيد ويسيستي هذا ويسيسي شابين إنه ويسا كلا كعليه أو ميرشادة كدام بيسا إنا للسناهين بل علماء قار كدوا بدعة بين هذه وامد خلاف سن سني نبي عليه الصلاة والسلام وده تجديدنا نقر ما يسوه ويسا شقال لغو قبطيه لغو تكدي ما آهاتي هوري وقا سبب لغو عليه ما تشرته هدي قفكو آن ميرشادة آن يغو هرين ويسو ميرشادة دبداد إنه ويسا يستاميه واجب تامي سواجب ما هدي عمرك نيوده أو مرشده ويسانه ونيوده وكجوديسه أو مرشده سيا يوم بويسانه ونقانس سيما أبو شافعي يا أحمد يا كنت قبل شغل سلام من الطيب يا يعزو ذلك إلى الجمهور ولماذا بدأ كذا وصدا قبول وحنا ودل الحديث كي عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ها oo mar hadduu labadiiba u wada niyooday meedhasho iyo weysaba de wixii uu niyooday ayuu leeyahay hadii aanu marka meedhashada xadathul akbar uu niyooday inuu iskaga rafciyo iskaga kor yeelo oo aanu weysa u niyoon meedhashadaasi weysadii ma ka gudaysa iyadaana naca waa ka gudaysa adilatu sana waa jirtaa sida xadiidka waxa weeyaan ummu salama inoo soo socda iyo إنما يكفي أحدكم حديث كلا إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاثة حفنات وبياس قفك إن كفي لي من النبي عليه الصلاة والسلام شيء كما عدا لكن ظاهر بكي حديث كوم السلامين نص صعداء أو قدو تكلا نبي عليه الصلاة والسلام ما أمرين ضدكم مركب ميدان حدنا إني ويسيستان قرآن كذاير كيس روح السنة ما رشدها سقف كظهارة لما يسترين من القرص مع ويسدى وقف في لنت حتى هدانيون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا صلاة داود وأن بل هدات جناب الليدين إلا قرب إلا هذا ميرتان مركا غاية المنع من الصلاة حال قد جاي الغسل معنا إلا قرب يقف كصلاة ممنوع كتها يقف كجنوب كإلا وكما يرانيه معنا دوا محمر عدو ما يدو صلاة دوا وبنانتا أنت صياك فيلا وأنا فاهم كيس الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحده سبب يهق وري عمر بن الخطاب أنتم ما يدري وأدري ويسست ترى عبد الله بن عمر باويدي ولا ما أنا ما رشده كوف الليل مركز سوري وأي وضوء أتم من الغسل ويقول في لنتي ويسد يبا كنا ما يستيران ما رشده ما رشده بمعنى و ويسئي ولي بعد عيارات لكن واحد مودائنا وحقة صوب بحيره مركز صار استابته xubinta ya taabta marka saabtan uu weeseysanayo waa taas imma aynaanay meedhashadu weeseyn noqonahay wakadalka xudayfa amma yakfi ahadakum yaghsila min qarnihi ila qadamihi hatta yatawadda had ka weeseysanay sar markad meedhataan kadib oo meedhashadu sharciiga ahayd waliba waajib ka ahayd miyaray idin ku filayn inaad qofku inuu meedho madaxiisa ilaa lugtiisa ana waa intaas waa idin ku filan tahay وحباها ويسيسنين أبو أجيدا ميرشد الدبدين وعن جبير بن مطعم قال وحوري تذاكرنا وحانو سلسوا هذا القادنان وكشي كيسن غسل الجنابة جنابة ميرشد يدي لقم ميرين أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحوري أما أنا أنيقم يا فآخذ وحانقاتا ملء كفي صعب كيغ مجي فأصب وانشب على رأسي مضحيك ثم دبيتنا أفيض به بامبرقيا بعد أن تهدب على سائر جسدي على تركيك كلا رواه أحمد كل حديث كان ضعف باكتشرة حديث لم عن عينه وترتس حديث كوم السلماء نص الصعدة صنف كل حر فيه مستدل
دليل باء وشرا لمن لم يوجب الدلك عدا واجبين دلكي دلكي قوائن ده قعان لمرمرية شركي ولا المضمضة تنا واجبين والاستنشاق نا واجبين لغلق الشيء صندرسنا واجبين باب تعاهد باطن الشعوري تما قنتو لا سيقار إلا قوار يوبابي وما جاء يوحى كساروري في نقض الشعور تمي عدي دوبيهن أما يدبيهن إلا فرفرا ما يرشد الله فرفرا مركوا ولا بمسألة مسألة واحد طيب قفك يا دي جرابه وكاميرا وقوارد حيلة كاميرا ريسو عند بيه أي قاران تماء قنتو دعانا تلك كوسية البشرة التي تحت الشعر وين قاران مسألة الله بعدنا واحد طيب تميه قوارد ينا فرفرتا أما نينك بدي أدو تموه إلي ينو إن تميه لفرفرا ميه واجب تهي بس واجب كوين بيه قنتو دا قاران وفرفرست واجب معه وعن علي رضي الله عنه قال وحر سمعت وحر مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إساقولي من ترك قفك كتغ موضع شعارة هلت ماشي ومن جنابة أي من غسل جنابة ولم يصبها الماء بيه آني هليلين وآني قارن فعلى الله إلهي واسم يبي إساقو حكو سمع كذا وكذا سدا يسدا سو من النار نارا قال علي روحيني فمن ثم هلك أنا كدولا أيان عاديت شعري تما يجان علاديان سكرت قلب أنا واحد نسيادات تما ديسته واحد غير كرتين يدو جنابه أي كقول عدم يرش أي كقول أجبتي أنا نبيه قارن تما وستو ده تنا تاسع نار كوصابته رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان وحوها علي يجز شعاره رضي الله عنه تميس ميت شراء أيها وأقول كل فيه وكاشي حديث كان ضعيف هو من طريق حماد بن السلامة عن عطاء بن السائب عطاء بن السائب ثقها النقض لكن اختلط ويسكون لحياء عمر كدنباء رجع حماد بن السلامة روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط انتان واختلادنا نسكود درس من كهر نوا كوريي مركو يسكود درس من كذب نوا كوري ولا يدرى هل هذه الرواية مما رواه عنه قبل الاختلاط أم مما رواه عنه بعد الاختلاط لما نقرأ أي حديث كان يموحو كتشيرا ليس كحديث وكوري اختلاط كهر يسكوي وكوري اختلاط ككذب لهذا حديث كوى ضعيف واية مسألة صوت المامي وآه قفك أي جناب كوا تبتئن وكبك تأو مال ولا تركي سكمي دبيا وقارسيه تسوى واجب وحقيقة غسل أمام رشاد أيام السوس قال سابا واي وحيابات تاسي كسر توبي سروا حكمنا تخليل الشعر بالماء فريه وقوينو بيك قويهين تما قنتو دي إلا قلي وانا النبي عليه الصلاة والسلام والسلام كرين كوا رقناي حديثك عايشي حديثك ميمونة وعن أمي السلامة قالت واحد اللي قلت واحد يا رسول الله إني امرأة رانوح أنا هاي قبر أشد وحنا أتكيا ضفر رأسي تدع ماذا حيقان أتكيا أفأنقضه ميان فرفرا لغسل الجنابة جنابة ميرشد ميان فرفرا تما إيد دبانة وحويان يتدع قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام لا مايا فرفرين إنما يكفيك وحاك وقف لنون أن تحثي إن أتكشبت على رأسك مدى حاجة ثلاثة حثيات صدحا طوبة وبياء ثم دويتنا تفيضين وادبر قريسا عليك دشاد الماء به فتطهرين ساسانت كداهر قروبس وفي رواية فإذا أنت قد طهرت انت مركض ياشو واداهر قروبس رواه الجماعة إلا البخاري والحديث كان وحط الماما يا أولا دلك إنا نواجب هاي صهراء نوشاقنا قفك هاي كفي لانتا إنو بيه كشو وتشلكيس بيه تشلكيس هاي الدول مران مرا دي نيدي اللي هلو بيه إنا تشلكيس هاي الدول مران وكشو بو انتا سيبي ميرشدي واجب كايد وحاسل إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء انت مركز يا شوف تطهرين ابو النبي عليه الصلاه والسلام يا فاذا انت قد طهرت وابدا الجرد انت عايش
وعكلو حديثك والدليل وياهاي قواردي جنابدا كما يراني سي تميادو عدد حرين اني فرفرطا اني واجب هاي واجب كوا اني بيوهو قاران تماها قنتودا قادي تادي سورتو بيسو اني تماها فرفرطا واجب كوا حديثي اني بيه سيكالكو قاران تماها قنتودا تيركا كهوسي هيا مركا اني فرفرطا وواجب من باب ما لا يتم الواجب إلا بي فو واجب واجب كي واجب كتما كهوسي انو ما ينما ايان لما يستير ما ين إلا تمي لفرفرو حالة دا واجب لكن فرفر الله هدي بيوه قاعدة يان تيركا كهوسي يتمها فرفرست واجب ما حديث كنصاصي ايا الوحى باري اما الوفى سيري ويا وانا سيدا حالة دا ابدا انتحي. وعن عبيد بن عمير قال وحر بلغ وحا قاري عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء دمر كإن وأمره إذا اغتسلنا مركي ميران أيان أن ينقضن إني فرفران رؤوسهن شعر رؤوسهن تموذ إني فرفران. وقالت وحيت لي عجبا لابن عمرو ليابا أسقنا هذه عبد الله بن عمرو ويأمر النساء سقط دمر كي أمر يا إذا اغتسلنا مركي ميدان بنقضي رؤوسهن تبودين فرفران أو ما يأمرهن أو ميو أمره أن يحلقن رؤوسهن إن اتباع إسكحيران أنا دي حيرست أبا كفضت فرفرسته هل مرين إسكمل النساء دي وقفضت إن مروا الله أميران سواء فرفرته لقد كنت وحنا اغتسلوا إنا الميدان عنيقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناين واحد ويا القرآن بيا كدر سنين وما أزيد كما كردن ترين أرنك على أن أفرغ إن أنكشوا على رأسي ماذا حيقة ثلاثة إفراغات صدحوا حويا شو بالصوت روى أحمد ومسلم عن اتماها ما أنفرفوري ترين صدح تيرون بان اتماها أما ماذا حبيا أنكشوا بالتري سيأي بيه وقاران اتماه وستو سيأي وقاران معنى هذه فرفوريستو أي واجب تاي نبي عليه الصلاة والسلام وكان ده إلى تشوجبه وحيا أمر لها إن فرفورة إمسى أمرين أرنك نوع عاص ويجبردو أدي الجنوب تاعي سيدا سيكون تجين أهل العلم جا بدن كودو فرفورستو إن أنا واجب كواين أدي بيها إجاريان تما جنتو هذا فرفورس لآن أدي حيد لا دعينا جبرت وحيلة والله مت علمك على قادة واجرا سيدا إمام أحمد أكله ولحيد كي وأو مرة كم عرنا نسوي فرفورس حيدكو يساقو ده وميرشادي سوا كير تاي تكالا مركا يساقا نبويني كمسو قاري ساقا بردي شاقا كدالار ميسو وعاكالو ده حجيستان حديثك عايشة سوا صعودة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وأمرأيني انقضي شعرك واغتسلي ويني تماقا فرفرا ميرو لكن حديثك سينو تلمامي الدوانا واحد دليل كومتشرو عائشة دي حيد بكمي ميرنين مركا ميرنين سنبي قوامرين ميرتا حيد باب حيد ويباب استحبابي نقضي الشعر تما فرفورستو دي سنين تل سنين بابي لغسل الحيد لا فرفورة ميرشد حيدك وتطبع أثر الدم ويدي قرات كيسي إلى الرعراع فيه ميرشد حيدك لغا ميرن يدحدي عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حكيني وكانت وحي عيد حائضاً انقضي شعرك اتماعك فرفر واغتسلي أمير رواه ابن ماجه بإسناد صحيح حديث كوحد للشيء يقولوا إن كيري قبضوا دي حيد كما ينسى اتماعه وإنه فرفرته كوهو أتبيه كوهو السنة يريب لكن عائشة مركا قصة الدبلة أقول نقضوا أرنتوا في الحج أي نعضة عائشة يدو حاجكي كتيرتا أيين حايدي وحانين وكسورنا هاي إنه حايدة هاي إلا حاجك اللو بحي وعمره دي بده واتيك قدن كريويدي مركا ما يرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر يولي اتماها غفور فرام ما يرو بد حايدة كميرانيس ما حايد يدو أبا ميرانيس حيو ميرانيس وللتنظيف فقط مركز نظيفين أو قيدون بيهي تمانا سبب تلو فرفوري تاسح ولهذا جنابة يحيد كوائس كمين من واجب ماها قبل مره كما يدانيسو إن اتميه دا فرفورتو
هدي أي بيه قاريا وي مر البشر دي قاسا كحرا. وعن عائشة أن امرأة قبر من الأنصار كمدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي ويديس عن غسلها ميرشد من الحيدة كمدته. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعمري كيف تغتسل سي أمي سي وأمر وشاكي. ثم قال وحولي خذي قاضو فرصة قطعة قبل يرقاضو ومن مسكين يعني مسكي حقي كاتي أدق لي قوي فتطهري بها كظاهر صعب. قالت وحتي لكيف تطهر بأسلام كظاهر صدا. قال وحولي النبي سبحان الله إلى إبا حمان كدير التطهري بها كظاهر صعب. فاجتذبتها وان تشيدي إلي حقي قالوا سوى تشيدي بيت عائشة. فقلت وحنقولي تتبعي بها وحاد لرع الرعضة أثر الدم ديق الراد كي سمعنا ميالها أمري ديق رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال لي مركا حيث كي كما يلتوحى السنة إني أدوك مركا استعمال شو ميلي ديق قاري أدوك مرسو والرأي حديثة ما أرتيسها وناك سنين سميش الله قصار ويهي هذه مركا مسكي قاو وفي عنا دي اللي واي طيب كلام يشي يسجلها هذه اللي واي نعلم دو حيث هذا روابا أيال استعمالها حديث كسار رتين واترتين كستوان ينصحين لكن روابا دو ديوا وعيدو أرتي ماشا واكا كحين يسا. نعم قبر دو عدية يتاعي قبر محرمة السامية لسو مسكي ما استعمالسو وهي واطيب حارانكا هذه أي تهاي قبر عدة كتيرتنا مسك ما استعماله يطيب كلا طورة هسا تيوحة ماشي سايقلي ليس قسط أظفار وكاسيرة ما طيب مقصودة معها طيب لو قصدي ما لكن وحبو ترى يا دير رايح هذه كريهة أيدا الله تعالى سن ماشي واقع كحينية حشود كنبي عليه الصلاة والسلام بحديث كلا قبرنايا يا الرمال قح حشودينا النبي عليه الصلاة والسلام أفك كوبلا رجيم باب ما شيء يبو باب ياهي جاء كوي ميكو صاروري في قدر الماء بي قدر كود في الغسل من الشدة نحذة دي والوضوء ويسيسي قد نحذيسي معنا قدر كبيه لغو مرداني قدر كبيه لغو ويسيسي حقا مركا لقايا قد وجوب كحد مالها وقف كبيه ادي ويستا يحبنيه سا قاري يحبنيه سا وحويا ميريكرا يدي الظلم ريكرا ايه كفلا هذا ميرشتا هنا بيه تركيسة وده قارو تركيسة وده الظلمرة انتاس ايه كفلا الاسراف كنا ما بنانا ما نبنانا انو يرايا الا اري بيه تركي وده قارب ده ويستا يا ده ميرشتا هايبا انو اسراف سمعيو ده اسكاشوبا وكوع العليا اونا يدونا ما بنانا لبدا ويحور لحايا ايه جائزة او بنانا ويا عن سفينة قال وحولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يغتسل مدكم يدب الصعب يوافر مد ويتطهر وحكوه سيسنجر بالمد مد بكوه سيسنجر رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه ويا مركاصاع وشن رضلوي يا رضل لبديس الثلث. وعن أنس قال وحر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي يغتسل مدكم يدب الصاع الصاع إلى خمسة أمداد إلا شن مدلق قاله أنا صاع وحبك كورنين كري مركة قاركم ويتوضى وحكوه سيسن كري بالمد مد متفق عليه. وعن أنس قال وحر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي يتوضى مدكوه سيستب إناء ويل يكون الرطلين لبر رضا القادة مركة لبر رضا الدليل هذا حتى وحويان صاع وكيريوي لصاع دما باشن رضله ويغتسل وحكم يدن جرى بصاع الصاع وكم يدن جرى رواه احمد وابو داود حديث كلام ضعيف وحديث الكلام ده كله هو وكم عن الدوية هاي ومدك و والرضل يو ثلث مركا لبا الرضل مركو كوي سيستي معنى دو مد ان كبدن بكوي سيستوي شريك من عبد الله القاضي وسيء الحفظ وضعيف أي حديث كان سند كيس كتر. وعن موسى الجهني قال وحر أتى مجاهد مجاهد با وحر ليمي بقدح والبو ليمي حزرت عن قياسي ثمانية أرطال سداد الرضم قال وحر حدثتني عائشة
عائشة وحي شيكتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان إنه يغتسل متكم يدبي مثل هذا كان وكلا أيكم يدجري. وعن جابر قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي وحقود من الغسل ما رشاء صعب صعب كقود يقفكي ومن الوضوءنا المد باك قدير رواه أحمد والأثرم مركا معنو ماها صاعين كيريناني كقودهين مفهوم كالما قادرين انت يكف لانا تشركي سودا قادايا كقوديس صاعها كبيرا طبعين وكذلك ويسدي مد ان كيريوا كقوديس صاعها دي اي تشركي سودا قادو واي. وعن عائشة قالت واحدة كنت وحنا اغتسل انا ما يدو انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناي ويلبان وكميرنك النواحيد انقره من قدح ويقال له لنضع الفرق اتفق عليه والفرق هو 16 رطلا لحيته من رضل بالعراقي وكاد يمد انه النبي يقول سديد كميرن قال دي لو قيبه ايدون سديد اي كميرت سديد الرضل وكاد سديد الرضل دي ساعة وكبدين باب من مدبو باب يا عرار كي التقدير قدرست بذلك بي لغو ميدان يي كحديثة لغو شاقي لغو قدر استحبابا سنو أركي وأنما دونه يا إنت كيري يجزي إنو كقود يو إذا أسبغ هذا هو تركي وده قارسي وأنا سينو شاقني وصاع إنك يرغفك وهذا هو كما يدعو بي تركي سياي وده قارا وكقوديس مد إنك يردو كويس يستو تركي سياي وده قارا وكقوديس. عن عائشة أنها كانت وهي تغتسل مد ميرتي يدي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء ويل واحد قرى ويسع قادة ثلاثة أمداد سدح مدبع أو قريبا من ذلك أما إن كدو كان النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة يا صاع أما الصاع وحكير كما يدي تاسنا واحد سنة صاع وإن أنا شردي هاي يعني بيو صاع هذا شردي ما لكن واسدة في عن رواه مسلم. وعن عباد بن التميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو يستي فأتي وحلو كان بماء إن هو يستودون فأتي بماء بيا الله كان في إناء هو الكتيرة قدر ثلثي المد مد مركز صدح ميراد الله قيبي الله وميراد لك مركز مد إن كير بكو يستوي وأنا صحيح حديثكم رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت وعتر لقد رأيت نوان السرك يغتسل عنه ميران أنا أني ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ويل كانوا كم يرنيني بيا ويل كان كتيري فإذا طور مبور راوي كورين يا عبيد بن عمير بصوابا وحويا مديبت موضوع هل كان تعال ومثل صاع صاع وكلا أو دونه أما كير فنشرع فيه وان قد قلت شرنا ميرشد جميعا أنا قردان أنا نية نبي قبي وشيدة يدي نبي فأفيض على رأسي ماذا حيقان كو شبي تيري بيدي بيان قعنت إذا كو قاضي ثلاثة مرات صدح جير وما أنقض لي شعرا تمنى مفرفوري تيرين رواه النسائي وهو حديث صحيح. المهم حديثة وحضر كيسا حديثة شاقين نبي قصاعة وحكيرين وكوما يردي مد وحكيرين وكويسيست يا حديثة الماما يسا إنو صاع كوما يردن تيري وسيدة غالب كا مدنا وكويسيسن تيري وسيدة حال كيس وبدنا يا حديث قلوت الماما يسا بي قدر كا كبد النبي عليه الصلاه والسلام انه استعماله marka taasina waxay noo tilmaamay saarintu inaan tahdiid lahayn xad ma laha la oran karo hoos looma dhaafi karo hadii hoos loo dhaafo way sidii meereshadan si ximayso kor hadii loo dhaafana waa xaraan oo hadaanu dii xadul israf gaarin xadkaasi ma jiro isaynu sheegney qofku waa inuu ku weysaysto biyo xubnihi weysada wada mayra waa inuu ku maydho biyo jirkiisoo dhan wada mayra إسراف كان وايم سكيل عليا. هذا هو الحد والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.